مرض هاجم مجموعة من الناس بالقرن وكالعادة يا سارة الناس تحكي عن الناس عانت من إرهاق بالعضلات والأنف البري بري هو اسم مرض باللغة السريلانكية ويلي بيعني بالعربي المنهك المنهك واللي اليوم بحكوله بمرض الثيامين او بدكو اهونها عليكم من الاخر بقولوا له نقص فيتامين بي 1. تحكي القصة يا جماعة زمان زمان كان في مجموعة من الناس على سفينة كبيرة مروحين من السفر. مين؟ ما ندري. اي بلد؟ ما ندري. وبسبب مدة الرحلة الطويلة هاي عانوا من نقص معين من الأكل. المقصد نتيجة هالرحلة الطويلة ما كان في أكل مثل ما لازم يأكلوه، فطبعاً بالنهاية رسيوا على الأكل اللي ضل معهم. فكان بقيان بهالسفينة رز أنجأ يكفيهم ليروحوا، بس نتيجة إنه اعتمدوا على هالرز كتير بلشت تبين عليهم أعراض تعب. فإشي منهن كان يعاني من أوجاع بالقلب والعضلات وإشي تاني تشويش بالرؤية. أما بالنسبة للبعض التاني فكان يستفرغ، كان يطلع كل إشي موجود بمعدته. مش بس هيك انتشر هالمرض بمطارح تاني. فالطبيب الهولندي كريستيان إيكمان ويلي كان يدرس بجزر الهندية الشرقية ويلي اليوم منقولها أندونيسيا، فشاف إنه هذا المرض بصيب يلي موجودين بالسجن واللي بيخدموا العسكر. يعني يا جماعة هذا المرض مش بس كان منتشر على الناس اللي كانوا على السفينة، كمان منتشر كان وين هو كان يدرس بأندونيسيا. يا ضنايا. فبداية لهذا الأمر فكر الدكتور إنه ممكن هذا الإشي يكون عدوى، بس لأنه هالدكتور كان مختبر وحد السجن وبعالج مرضى بقلب السجن لاحظ إشي غريب. وهو راجع على مختبره بيوم من الأيام شاف مجموعة من الدجاج يلي موجودة حد السجن بإنها بتعاني من نفس الأعراض. المقصد يا جماعة نفس أعراض البني آدمين المرضى. وهو عم بيشوف الدجاج شاف إنهم حاطين لهم رز البواقي اللي بترجع من ورا السجناء، فمن الأكل يلي كانوا يعتمدوه للسجناء والعسكر هو الرز الأبيض. بعد ما شاف هالعوارض حب يجرب إشي، إجا وقطع عن هالدجاج الرز يلي بعطوهن إياه كل يوم، ولاحظ بعد فترة بإنه هاد الدجاج رجع لحالته الطبيعية ولا كأنه ماله إشي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهون شاف بأنه الرز الأبيض الرز المقشور هو السبب بهذا الإشي. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. فيا جماعة في ناس بتعرفش الرز الأبيض اللي بناكله اليوم هو بنعد مقشور من قشرته الطبيعية، والقشرة هاي فيها ألياف معينة ومفيدة للجسم. فلهيك هذا الطبيب ما اكتفاش، عمل كمان شغلة، رمى لمجموعة من الدجاج هذا الرز بس مع قشره هالمرة، وشاف بإنه هذا الدجاج ولا صابه إشي، يعني ما مرضش الشال. وبالنهاية هذا الدكتور كشف إله وكشف لنا بإنه السبب وراء هذا المرض هو نقص فيتامين بي 1 ويلي موجود بقشور الأرز أو باقي البذور الكامل، يعني البذرة وهي بقشرتها. فالقشور يا جماعة كانت تحتوي على مواد مضادة للأعصاب ويلي بيحميكم من هذا المرض. أما إذا كنتوا خايفين بيومنا إنكم تنصابوا بهالمرض فإصابتك فيه قليلة، فغالباً اليوم بتصيب مجموعة من الناس يلي بتفرط بشرب الكحول، يعني يلي بتشرب كحول بكميات كبيرة. وإذا صابكوا هذا المرض بيوم من الأيام فحلوا اليوم هوين إنك تأخذ فيتامين بي 1 وبس. ومن المهم كمان أذكر لكم إنه هذا الطبيب كريستيان إيكمان لما بسنة 1897 ميلادي اكتشف هذا الإشي بيكون أثبت لنا بإنه فيتامين بي 1 هو مهم لجهاز الأعصاب وعمله، وكمان للعمليات الأيضية للنشويات المقصود عملية بناء وتحليل المواد النشوية. غير هيك بسنة 1929 ميلادي حصل على جائزة نوبل بالطب ويلي تقاسمها مع البروفيسور البريطاني فريدريك هوبكنز. وهيك يا جماعة بكون انهيت حلقتنا لليوم من برنامج تالاموس، وطبعا تنسوش انكم تعطوني رايكم بالتعليقات. فوتو تاتوتا بديكو.